دقيقه دقيقه لا تفتح خلنا اشوف يلا يلا افتح افتح يلا عشان يلا اشوف الاسلحه والله شوف الاسلحه شوف شوف الاسلحه العريقه يا رجل ها ليفل في 90 في 90 رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح اوبلز ومعنا اوسمز او ريان. اهلا وسهلا، هلا بالعيال، رجعنا لكم بلعبه كود 5 بس ماب جديد. طبعا شفتم المقطع الاخير حق ماب سبونج بوب، ماب حماسي، اللي ما شاف اضغط علامه التعجب اللي هنا وعلى طول يوديك المقطع. عندنا الحين ماب راست، اللي ما يعرف ماب راست تشوفونه الحين طالع في الصوره قدامكم، هو ماب حق كود 6 للاونلاين، اذا تذكرون كود 6 زمان ايام قديمه. فعندنا اللي الحين اوجع قلبه وذا أيوة، هذا انت من جيل الطيبين، انت من جيلنا، انت يا اخي انت اسطوره يا اخي، حبيب قلبي، ذكريات جميله يا اخي قسم بالله. فالماب هذا بنلعبه بس بنلعب زومبي، فما نكثر كلام، مشينا نلعب يا شنب. والله حماس، شوف شوف اصلا الصوره اللي تطلع لك قدام طالع لك صح؟ ايه شوف الزومبي راسه مفقوع مسكين. طبعا هي صح، خلينا نقول في البدايه انا عندي مشكله في الصوت، فاي شيء راح تسمع راح يسمع صالح انا ما اسمع للاسف. صحيح صحيح، طبعا الماب يعني هذا بدايه الراوند ما ادري ايش ما اسمع. يب الماب هذا صغير، ما عندنا الا المنطقة هذه بس، وعندنا 8 بيركات في الماب، وعندنا الباك اب انشا والة التطوير، والاسلحة اللي موجودة حقت كود 6 بس، ما في اسلحة جديدة او اسلحة قديمة. حتى لو تشوفوا الفرد اللي معنا هنا اسمه يو اس بي. وتعال تعال ريان عشان نوريهم الهدف حق الماب هذا، تعال. يلا. اي الماب طبعا له هدف، وش هدفه يا صالح؟ هدف الماب ان نجمع 65,000 نقطة عشان نفتح الباب هذا وننحاش. يا اخي نقدر ننط طيب من جد والله اسوي كذا اليدين اي اعطني يدك وانط وخلاص طلعنا بلا 65 بلا 65 بلا خرابيط. والصندوق هنا الصندوق طبعا ما يتغير مكانه 60,000 فيب امورنا طيب ان شاء الله ان شاء الله. يلا يلا وين اخر واحد؟ ما ادري، ما عاد اسمع صوت انا. ريان حاول ترفع صوتك شوي، ها تقرب من المايك. اوكي هذا هذا اخر واحد. يلا طبعا تونا صاحيين وصايمين وكذا، فاعذرونا اذا بتسمعون اصواتنا. شب اي ذبحهم كلهم، شوف ذبح الجيم بس ذبح اربعه يا معفن، خلاص ما تذبح احد بعدين. انا جلاد، تعال تعال فوق تعال، تذكر هنا سنايبر تريك شوت يعني اني هنا تسوي تريك طعن الدنيا. طبعا هنا في بيرك هذا حق اوه هذا بيرك نيوك، تذكر اللي اذا جيت مسرع ونطيت يفجر الزومبي، يفجر الزومبي. اوكي بغيت اطيح. طيب يلا 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 تجميع تجميع تايم، يلا 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 عشان مدينا باكج ان شاء الله، مو باكج يعني اني باكج. الله يا اوفر واتش وفي زين، الله يا الدنيا الله يا الدنيا. صندوق صندوق فضحتنا، ما عاد عندي طلقه يا الحبيب. اوكي انا مديني الحين لا والله عندي روح روح. دقيقه دقيقه لا تفتح خلنا اشوف يلا يلا افتح افتح يلا عشان يلا اشوف الاسلحه. والله شوف الاسلحه شوف شوف الاسلحه العريقه يا رجل، ها ليفل في 90 في 90. اصبر خلنا اجمع انا اصبر واخر يلا تعال 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 معك فلوس معك فلوس يلا بسم الله بسم الله يا رب يا رب خلاط يا رب. شوف الحظ الخايس اقسم بالله حظي معفن، بس الفرد ذا جامد تذكره. صالح صالح تعال تعال ها انا اطعن ذا هنا في اله التطوير طبعا. يب يب في الباك اب انش هنا واله التطوير، نقدر نطور مرتين، فما ادري الثاني وش تسوي، تعطيك رصاصه او شيء ولا ايش؟ والله ما ادري. تذكر الفرد اللي معي؟ تعال شوفه تعال ويني شوف هذا بي 9 او ام 9 ام 9 اصبر خلنا نشوف ما ادري ام 9 ام 9 الا صح ام 9 بس هي لازم تبدل لاني اختفي لسه. تعال نجربه، والله جامد من طلقه واحده صح؟ اصبر والله من طلقه واحده يقتل. واو على الهيد ولا لا جسم؟ شوف طلقه واحده والله اي والله، بس عشان تعال تعال شوف شوف يلا اطلق اطلق شوف شوف وات بس عشان راوند ثلاثة احنا يمكن هي ما جت فيه ذا يمكن بس حتى لو انها طلقتين في راوندات 10 وفوق مره كويس من جد. طول طورتها يا صالح بيصير فردين تصدق شكلي بيصير. بخليه معي والله غله شوف شوف الحين خطتنا ريان ان نبق شو اسمه مو بق زومبي بق فلوسك لا تفتح صندوق لين ناخذ جقر اولا ايه بعدين بعدين نتدلع ايه. في الصناديق بالضبط وش اسمه الله طبعا فيه بيرك ثلاث اسلحه فخل معك هذا الفرد وخذ لك سلاحين خرافيه يب يب هذا يا اخي تدري ايش اللي عاجبني اذا بدا راوند الصوت حق الليفل انك كانك يا اخوي لا يا اخي لا تقهرني يا صح اخي ما يطلع الصوت عندك والليل والله اني ناسي والله اني دحين ناسي والله العظيم اني انقهر يا اخي ابغى صوت والله هذا السلاح شكله ما عاد صار ينفع لا لا والله باقي اوه خذ لك خذ لك دبل بوينت عطر عطر حبه دبل بوينت بس عندي فرد يا اخي ما يجمع يقول عم الحظ موت انت انت إيه صح من ضربه واحده يموت الحين صار من طلقتين صدق اوه بدينا ايه
شكله بعضهم طبعا اي بس ثواني صالح للي بيقول ريان ليش ما تنزل زي صالح هذه ما بات حقت زومبي ما زومبي انا المشكله اللي عندي هذا الصوت لو تنحل بس والله لنزل لكم يا شيخ خمس ما بات في يوم قول لهم كم مره حاولت تحمل اللعبه قول والله العظيم حذفت وحملت اللعبه تقريبا اربع مرات او خمس مرات لكن في مشكله الصوت حتى الحين انا قاعد العب مع صالح بدون اي متعه ما احس اني اسمع صوت ما احس اني استمتع عصام قاعد يلعب ترى ايوه مستحيل خلني اقهرك ريان والله لو تسمع صوت الاسلحه تجيب لك ذكريات خذ الكبوم ذكريات خرافيه دقيقه ما في شبابيك مقفلها او روح خذ لك جقر يمديك اصبر اي والله يمديك عشان معك رشاش لا لا 2700 او الكبوم يعطيك اجل فلوس من قال ما يعطيني يعطيك ديت الرام اخ انشبت انا انحش 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 او تصدق على طول ركضت واختفى ما جاء انه قاعد يشرب البير مثلك يعني. مثلك تصدق هذا شيء كويس اي من جد عشان ما ينكب وش اسمه طبعا انا خلاص بنتظر مقطعك عشان اشوف واستمتع بالاصوات اوه بتنبسط اجل بطرق وانا ساكت عشان يطلع صوت السلاح يلا يلا هلا بيا جابت الصوت يا ولد في سلاح انا والديبه يا صالح ما ادري تتذكر ولا لا يوم بي يا الله تستهبل تستهبل الى الحين حتى الى اجزاء كود الحين اتوقع احيانا بعضهم يجيبونه صح بس يوم بي حق كود 6 غير صوت غير اصلا غير رهيب حق النيوك حق النيوك يا حبيبي تحت صندوق تعال تعال اكو عليك وش ذا السلاح الخايس هذا اللي يجي تحطه مع السنايبر يجيك اثنين وش ذا الزومبي اللي معه قبول عشق 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 معي رصاص يلا شيل شيل تعال تعال بفتح صندوق انا بعد رم رم قنابة رم قنابة ما عاد في احد يهمه والله طلع لي شاتجن يا اخي حظي ليش ابغى رشاش ابغى اجمع شاتجن اوه هذا اللي يوصل من بعيد وش ايه. قلت شوق صالح سلامات والله جبت بطلقة من بعيد قل عم السلاح الجامد هذا وش هذا موديل 2887 البيرك ما ادري اتوقع يرجع بيرك ذا ولا وش يسوي والله ما ادري لا لا هذا اذا عشكت يطلع كهرباء حولك ايه يحميك يعني وقت النكبه الزبده سلاحي بطيء ما يذبح سلاحي ما يذبح بس يجمع احمد ربك شوف سلاحي ابو كلب ما عندي الا اشتاق نصبر خلني اجمع وبغيره تدري مستوعب ان احنا في راوند 6 الحين ما ادري كم والزومبي صاروا يركضون سريعين يا عمي الحين السؤال كيف نوصل 65000 فلوس من جد وحنا قاعدين والله. كل ما جتنا 1000 شرينا سلاح شرينا سلاح اوكي النكبه هنا بركات بركات ممكن تكلفك 20000 ترى اوكي النكبه يا حرامي يا حرامي وخر اخر بس ابو فلوس انا حلوه ذي شوف الطماع عند 2000 تستاهل ان شاء الله تموت استغفر الله استغفر الله خصال عليك كذا يا اخي ليه يعني نستكل نستكل كفو تطعين يا شنب وين طالع ذا يا الحبيب اثنين هم طلقه جبتهم ابلع قول ابلع وينهم اختفوا هنا في دقيقه تدريب اجرب سلاح ولا لا والله ما ادري لا 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 والله ما انصح ما والله. عندي رشاش يا اخي والله ما عندي سلاح تجميع لازم اخذت الغرض عوافي معبي الزبده بشتري اسمه شاشتي هلا بالعيال ام 4 اوه سبيد في سبيد هنا صالح 3000 باقي لي 40 بس سبيد كولا بشتري سبيد كولا هذا اللي يعشق سريع عوافي هانت باقي لك كم ب 3000 في دبل تاب باقي لي 40 بس والله سلاح جامد تعال تعال تذكره تعال شوف تذكر سلاحي تذكر ذا اوه ذكرته اخر سلاح في الاسولت جامد والله الذكريات يا عيال اقسم بالله يا اخي تحيه صراحه للي سوى الماب هذا والله والله رهيب خلاه يعني للزومبي اقسم بالله شيء ابداع طيب انا شكلي بروح ذيك الجهه صالح عشان ما انكبك هنا ايوه يفضل شوف سحب الزومبي وراه يا شباب هنا تعالوا اسحبوا على الري الزحمه اللي وراك فقين معي الزحمه اللي وراك اي ما عاد ما بخلصه خلاص خلصوا يا حيوان وين سحبه خلصوا كبوه ماخذه اذا انحشرت قول لي لا تاخذ امس كمسك تعزيز يا حيوان تعزيز شوف بيقتلك هذا اللي وراك شوف انقذتك قتلني يا ابوي ما يقدر زين ايش اشتري صالح معك 3000 اشتري سبيد اي وين والله مره رهيب اخذت ريفايف هنا عندي يسار يمين الحين يمين قصدك هذا هو ايوه هلا بليال هلا بليال القش انا ريفايف شو اي صح المعلوميه الريفايف تقدر تساعد نفسك تعال دبل بوينت ريانا شو ما ياخذه دبل بوينت يلا جمع يا معلم الريفايف اذا طاح الشخص اللي معه البيرك يقدر يساعد نفسه ما يحتاج اجي اساعده يعني عرفتوا يعني ريان خذ عشان يطيح دائما فيساعد نفسه عرفتوا كيف نشوف مين بيطيح اول واحد تحدي يعني طيب شغله كذا الله يستر بس مكاني حشره بس حركه حلوه عشان مثلا خويك قاعد يسوي استراتيجيه اي ما تخرب عليه وانت تساعد نفسك شيل 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 يا احمد داني قهر ابغى الدبل بوينت يمدي يب يعطينا اعطانا 400 بس ما تدبلها ما في احد بلى الله ياخذ من حاله حتى لو زدها معك
معك اربع الاف تصدق راح اشتر اذا تشتري اشياء والله ما ادري دبل تاب بس احس انا الحين معي اربعه رشاش يبي يخلص يا الحبيب دبل تاب غير يا اخي سلاح رخيص بغيره باخذ دبل تاب انا اخذت اوووو شاشه اصبر اوه خلاط شيل 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 يا معلم انت باللي وراي انت باللي وراي يلا امسك يسار وانا بمسك يمين ايش رايك؟ لا لا امسك 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 لا لا دعم 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 مادي معنوي اح اح بموت فلشت فلشت اصبر 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 فقعت عين نفسي صالح؟ ها الا والله اصبر اصبر اخذ دبل بوينت طعن 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 هلا بالعيال تو اخذت ماكس ايمو ايوه صدق اي والله وحشك لي الحاله اما اي حتى اللي مستخدم حتى الطلقات المستخدمه ايش فيها ما عاد يطعن اللي معي يا ربي جمع جمع فلوس قهر يا اخي دقيقه باخذ لي ذا اخذ بيرك خذ بيرك يساعدنا بعدين مشكله يا شباب مشكله الماب هذا هو كويس مره لكن في مشكله وحيده بس اللي هو ما يطلع لي كم زومبي لفت أيوة. كم باقي زومبي مهمه ذي مره مهمه ايه الزبده صالح ها ترى في غلط معلومه في غلط اللي هي حقت الريفايف ما تساعد نفسك لا في بيرك ثاني اسمه زي ما ادري شو اسمه بس انك تساعد نفسك فيه هوز هو ما ادري شو اسمه ايوه هوز هو يعني مو بالكويك ريفايف يعني مو بالكويك ريفايف اذا بتساعد خويك في كابوم هنا عندي اذا تبي اخذه قول لي تصدق ان الفرد لا لا. والله باقي جامد الى الحين فين السكيل انا السكيل يلا اطعن اطعن يا معلم اطعن يلا يلا والله ابي شدقن انا ابي شدقن والله شدقن فيه ترى اوكي انا البيرك اللي معي والله ساعدني كثير في بعد في عندك شيء بونص ماكس 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 عشك 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 معشق معشق هذا اخر واحد عندي يلا جاهز شيل يا معلم شيل يا معلم تصدق ايش بتاخذ وينه وينه هو زو وينه ايوه اذا طحت ترى ما تروح البيركات يا عيال صح صح ريان اي اذا طحت ما تروح البيركات بسرعه بسرعه خلينا نرجع مكاني اي تعال هو زو هذا وشو هذا هذا اي هذا انحش 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 يا النكبه انحش دعم دعم وصلنا الحين ذا ليفل راوند 11 والله ما شاء الله ما شاء الله الله يستر انا ما عندي قنابل دبل بوينت دبل بوينت روح شيل شيل والله اسلحه بدت ما ذا والله بشتكي والله مره انا حشرت انا حشرت لازم دبل بوينت ثاني وماكس امو وش ذا الاكشن اللي صار يجينا الاغراض اللي صارت تجينا يلا يلا مستعد يلا روح شيل خلي اذا خلصت بس ما يمديني انحشرت خلاص اوكي صدق ايش المشكلة انه يتعب شكلي بشتري اللي يركض لازم يبينا والله ورا الشاحنة ها ورا الترك ذي يب يب والله فادني البير كذا حق العنكبوت يا رجل اقسم بالله كويس مرة والله ما شاء الله معي 7000 ايه اذا احد من الزومبي يلمسك يجيك لا تقتل لا تقتل اخر واحد لا خله ما راح اقتل راح اشتريه انا راح اشتريه طيب اصبر اختفى الحالة مات يمديني اطور تصدق شكلي بطور الفرد يلا روح طور طور خلينا نشوف خلينا نشوف روح طور يلا يلا تعال اشيل الزومبي ذا المعفلني وراي اصبر انا راح اشتري بيرك شوف طالع فوق اصبر خليه ينقلع روح روح الحق ريان جرب عليه جرب عليه جرب عليه ما طورت ما طورت باقي اسحب اسحب عشان اطور طيب يلا روح مع ريان يا اخي يلا ايوه ايوه خلاص بسم الله بسم الله كيف جرب عليه ها شوف شوف هلا بالعيال يا زومبي يا الحبيب يا الحبيب هنا هنا اقول عشاك لو منطلقه واحده اسمع صوت الطنج او صح ما تسمع صوت انت معليش يا اخوي لا تجرح لا معليش معليش تعال الحين عندي ثلاثه عندي 7 بيركات الحين حتى انا 7 بيركات باقي لنا واحد وش اللي باقي؟ حق ثلاث اسلحه اي حق ثلاث اسلحه يب طيب اصبر انا بجمع بالسلاح هذا ريان شفت الماسوره اللي انت عندها فوق ايش رايك نتكي انا وانت فوق هناك ونجمع؟ طيب مو مشكله تعال مع انه ترى والله منطقتك مره كويسه ترى استراتيجيه اي بس انه حشره يطلعون من كل مكان ترى بس لف عليهم لفه كذا دوران هذا هذا اللي انا قاعد اسويه الحين هلا بالكبوم بس انا ما كان منه فايده بس يلا يا ناخذ اي كلام في نسكيل هنا اخذ هذا اللي بدوا يرسبنون اثنين نسكيل طلعت سلامات يلا مستعد مستعد بشيلهم الثنتين راح يلا وش جابك هنا يا النكبه طحت انا علق على الكيبورد قبل شوي عم والله خلاني الفين غصب توقيت معفن طبعا نلعب ماوس كيبورد ما نلعب باليد لان احس امتع صراحه الماوس شوف شوف الزومبي ذا جاي من فوق 7 8 تستهبل صالح 12 ها لا في اكثر من 8 شوف 3 6 7 8 وما عندي حق 3 اسلحه عندي 8 وما معي اي صح باقي هذا اللي يطلع لك ليزر وباقي اي والله اي وباقي اللي فوق لا شكله 10 على شكل 10 بس اتوقع اللي انا قريته صح يعني ان ما تقدر تاخذ الا 8 ممكن اوه ما
ما ادري بس ما ماني متاكد، خلنا نجرب بعد شوي. اجل اجل خلي اخر بك اخر قصدي بيرك هذا اللي يطلع ليزر هذا اسلحه حق هذا هذا اسلحه اهم. ايش تبي بالليزر؟ اه اخر بيرك قصدك. كفو عليك كفو عليك، الزبده اللي عندي طالعين لك فانتبه. ما ادري ايش ما عجبتهم انا يعني ولا ايش تبي كبهم؟ خلنا ناخذها دبل. لا دبل بوينت حرام عليك، كان كنت مجمع زحمه هنا. اوه اقدر ماتوا قهر والله اقدر برضه اجمع. ايش اللي يدفني من وراي؟ لو سمحت عينك على بلوزك، عينك على بلوزك لو سمحت. شوف عطاني عين خلص سلاحي، وين 8000 تونا سلاحي خلص يا معفن. كفو علي التوقيت. تزبيط تزبيط كفو يا التوقيت. حدثنا يا الريال حدثك عن تزبيط. صح عليه صح عليه. طيب اضبطك، تعال انت هنا اذا تبغى تجمع وانا بجي فوق. طيب اصبر اي خلاص يلا خلنا نوع. روح نظر استراتيجيه اللي انا قاعد فيها. دقيقه طيب شكلي بشتري بير كسبه، بشتري كويك ريفايف مو بعندي. يا بروح اشتري هذا السلاح انا. كم عندي الحين؟ عندي واحد. اي شو الزومبي المعفن ذا قاعد اعد البيرك. واحد اثنين ثلاث اربع خمسه سته سبعه ثمانيه، عندي ثمانيه الحين. خلنا نشوف اقدر اخذ هذا. تكفى اقدر اخذه. تسع بيركات عندي حتى انا وال... تسعة. اجل كم يبقى باقي لنا؟ كم باقي لنا؟ اثنين تسعة. واحد فوق والليزر والليزر واللي فوق. اخذت الليزر انا. وين اللي فوق؟ باقي اللي فوق. باقي اللي فوق. وين فوق؟ او اللي فوق هناك صح. اها طيب اللي هنا شكل اي ايش في ذا قلت ايش دخل في الماسور صالح؟ والله يا تفيد هذه حقه العنكبوت. مره تفيد مره اذا انحسرت. اذا واحد كان اذا واحد كان وراك ما تدري عنه ذا يثبته. الزبده ذا مكانك خايس ما حد يجيني يا رجل. عشان كذا اقول لك هنا تجميع 1000 عندك. يلا يلا جمع بعدين نرجع هنا. ارجع مكانك لو سمحت. ما معي الا 1007 بس. في شيء طلع دبل بوينت دبل بوينت. ابعد اقول ابعد. يبيلي يبيلي طول السلاح ذا بس خلي يخلص. امسك امسك دعم دعم عن بعد. ايه لا تصرف يا بوي. اخر بس دبل بوينت يا الحبيب. في انا استكل خلنا ناخذه. كابوم بس ما راح اخذ الحين. طبعا. اوه وش هذه؟ وش هي؟ ها اخذت من الارض زي الانستكل في زي العقرب. وش هذا؟ اي العقرب هذا يزودك قنابل تحت على اليمين حقه القنابل حقه هذا اللي شوف هي اذا ضربك زومبي وانت معك البيرك حق العنكبوت إيه؟ تنقص من عندك قنبله. شوف تحت على اليمين لو طالع شوف القنابل شكلها غريب صح؟ ايه اي هذا يزود قنبله اذا اخذت العنكبوت. طيب الحين شو اسوي؟ كان ودي اطول بس ما يمديك ما يمديك. امسك تعزيز يلا. مالك مالك فرد مخيس. كيف التعزيز؟ ايجل والله قوي. اي ديزرت ايجل صح اسمه؟ والله هذا كل كبير مره جامد والله جامد. هذا قوي في الحقيقه ما بالك في الزومبي والله قوي. طيب ما في احد. انا بعد الراوند بعد الراوند ترى ما يمدي الحين. اي اكيد اكيد والله قاعد العب بدون ايم مع الليزر ذا. ما يجمع هذا مشكله ما يجمع مع الليزر يا معلم بدون ايم. اخر انت اخر لفقة عينك بس. هلا لذيم زومبي ما يستحق. لا ما عشق عشق ها في ايمو. يلا يلا اي والله ما عاد عندي الا 21 طلقه. يا الله التوقيت الاحترافي يا شنب. كفو تصدق يا عبي على طول كان عندي 21 الحين 30. انا ملاحظ والله ملاحظ يا اخي والله حقة العنكبوت شيء اسطوري. غير التعشيق عشق وهم حولك شوف يموتون ترى. اي يا اخي والله العظيم شيء اسطوري. بركات انقاذيه اسمها هذه. طيب نستكل ها. يلا روح. تدري على كذا دائما نستكل بجي عندك. شوف شوف تاكد اذا بقى احد. شوف ما عاد بقى احد. اصبر اصبر لا تقتل. باقي هذا بس باقي هذا خلنا نطور. أوكي. يلا يلا خذ راحتك. مع ان فلوسنا بتخلص ما يمدينا نسوي الهدف. خلني بس راح انت تسوي. يلا يلا روح روح مع تعالي بنت المدينة تعال. لا تموت من العنكبوت ماتت. قهر. تعال تعال يديك طور انت تبي. اي بطور دقيقه بطور دقيقه بسرعه روح. هلا بالعيال. يلا يلا بغطيك بغطيك. وخر وخر انت وياه ما حد يدخل هنا ممنوع. كفو كفو طلع يطلع لي. انحش 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 يلا سلم مع استراتيجيات. اطلق اقلع شكله. وخر وخر روح روح بيتكم روح بيتكم هناك على اليمين خلاص خلاص مره معك من الالعاب يا وصف. اي صح تعال خلاص خلك 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 والله ما ادري بكيفك تبي تجي هنا تعال. لا لا خلاص خلاص لانه ما في اشياء اجل خلاص والله ودي بشدن صراحه. اخذت ابو ثلاث اسلحه ولا باقي؟ وش الا ما اخذها عشان كذا معي الديجل ولا ما عندي والله بلانك يا جلا. يبينا نجرب استراتيجيتك اللي فوق هذه. اثنين متكي هناك عشان كل الزومبي يجون فوق. واحد يطلق واحد يعشق والله واحد قدام والله بس اصبر بعد الراوند ذا نتجمع. خلاص اوكي انا سلاح جامد الزبده. سلاح السلاح هذا خرافي حبيبي. كم عندي بيت؟ تعال عندنا مونكي ولا ما عندنا؟ لا ما في مونكي تستهبل. شبت والله بغيت اموت بغيت اموت. لا 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 خلاص 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 طلقت عليهم طلقت عليهم خلاص. الورع اللي وراي قاعد يضرب. انقلع سلاحي بيخلص. لا لا باقي عندي 200 والله يعني بغيت انحشر سلاحي قهر.
وشو اي واحد الخلاط بنانتي بنانتي قاعد يستخدم طول الوقت. طيب شوف شوف اللي فوق كيف يمشي شوف اللي فوق ودي شدقن ودي بشدقن ابغى شدقن انا خذ هذاك شوف شوف هذا رجل انه قفز بالريوس جامد اي سي ار اي سي ار جامد يلا تعال يا لبي شوف شوف مثل المثلث الله يا الله ايام. طيب صالح بعطيك سلاحي طور لي اوكي كيف طنخه انت اخوي اوكي خلك هنا الليل فهمتها تعال خلاص لا تعال انت كان وانت فوق ولا بتطور يلا بس برقى اخذ اخر بيرك بس يلا اي والله حتى انا باخذ هذا اتوقع 5000 هذا ما ادري ايش نسيت فايت انك تنط من فوق بعدين تنبطح نط من فوق وانبطح ما شريته 5000 غالي راح اشتري بشتري بس اخاف اموت وانا انط من فوق اذكر جيت تنبطح يعطيك هذا كيف طريقك يعطيك نيوك جنبك ويحميك برضو من القنابل لا انبطح ما ينبطح للأهبل. طيب ما صار شيء الظاهر اذا والله ما ادري خل والله ما ادري نسيت شيء المهم يلا نروح عرفت تعال يلا روح طالع فيني يلا كذا بعدين تنط بس ما صار شيء جنبك لازم من مكان مرتفع اصبر خلنا اطلع من مكان مرتفع يلا بس الله يستر لا اموت بس تيجي كذا تركض عط عطى مسافه خلاص عطى مسافه بعدين تركض عط يا اخي ما يجي والله اني اضغط ما يجي اصبر من هنا بروح ارض مسطحه عرفت مكان هنا ايوه هذا تركض عطه ما صار شيء افا يلا مشي استراتيجيتنا اي تعال لم تزبط معنا انت من انت اطلع شات جنب بجيك على طول ماري واذا ما طلع شات جنب تمسك المكان اللي تحت تضحك عليه كفو عليك تعال هلا بالصوت تعال بسرعه جو ضحيت بالبينايتي ما عليك وراك شوف الحين لازم نتفق واحد يطلق واحد يعبي فاخر على الريان تويا يلا انا بطلق اول وخر يلا روح شوف اللي يجون تحت ما يطلعوا لنا الا من قدام ما يقدرون ارجع شويتين صالح ارجع ما عليك ما يلمسوني خله ما نبغى ناخذ الحين بطلق انا وارجع صالح يلا روح هلا بالخلاط طلقه احسن عشان ما يخلص لاني يموتون على طول اصلا روح انت يلا ناخذ الكابوم عشان ناخذ فلوس لا خلنا ناخذ فلوس هنا والله بدون دبل بوينت اخذه اخره هي يضرب ولا انا طحت تحت ترى ما يموتون بسرعه انا يقلع شكله غشاشين ما يموتون بسرعه ايه غطني جايك ها كفر مي ام كومينج صدق الفرد ما جربته خلنا اجربه والله للحين انا ودي بشدقن الى الان يا اخي احس خايس شتاقن يا اخي شدقن في شدقن بدون طلقات يلا روح تدري انا شو ودي بالانترفنشن سنايبر ولا بالبرد تحديات لك ما ينفع احسه زوبي من طلقه اي صح لاني عشق يطول يعشق اي برد طيب خلصت ام الدبل بوينت يا حبيب معي اخوي معك 20000 يا اخوي انا 20000 11000 يا معفن طيب وين جايب 20000 طيب اتوقع ان بننهي هنا ايش رايك المهم يا شباب هذا اللي كان عندنا اليوم باذن الله راح نكمل ان شاء الله اكتبوا لنا تعليقاتكم تحت لين نوصل 65 وبإذن الله نفتح البوابة هناك ونشوف وش يصير بعدين لأن صراحة ما ندري وش نهاية الماب هذا فايب اكتبوا تعليقاتكم ولا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة كان معكم صالح وريان سلام عليكم مع السلامة